مهرجان سالزبورغ في النمسا يفتتح كل عام بعرض مسرحية يدلمان أو كل رجل لصاحبها إيغو فون هوفمانستال. الممثلة بريغيت هوفماير كانت إحدى نجوم العرض، وهي من تقمصت هذا العام دور العشيقة وظهرت في فستان أحمر مطرز بالزهور. هناك رمزية قوية للزهور في شخصية العشيقة، هناك زهور مدرجة في ملابسها مع لمسات الكريستال التي تعطيها بريقا متجددا. Dass die Kristalle wieder glänzen dürfen und leuchten dürften. اللباس يلعب دورا هاما بالنسبة لهذه الشخصية، بمعنى أن العاشق سيشعر دائما بمشاعر جديدة وجميلة ولن يمل أبدا من النظر إلى هذه المرأة. مهرجان سالزبورغ أسس في العام 1920 ويجمع بين عروض الأوبرا والمسرح والموسيقى الكلاسيكية، ويتواصل هذا العام حتى نهاية الشهر الحالي. ننتقل لمهرجان آخر في النمسا، وهو مهرجان الموسيقى والمسرح الذي يقام على خشبة مسرح عائم في بحيرة كونستانس في مدينة بريغينس النمساوية. فعاليات المهرجان انطلقت بأحد أشهر الأعمال الأوبرالية لموزارت بعنوان النايو السحري. المدير الفني للمهرجان ديفيد بوتني هو من أخرج هذا العمل، وسيقدم لنا المزيد من التفاصيل حوله. هناك مزيج رائع من الكوميديا والخيال والخرافة والنقاش الفلسفي. التحدي الأكبر لهذا العرض هو المحافظة على التوازن اللازم بين مختلف العناصر المكونة له، لأننا لا نتحدث هنا عن كوميديا فحسب أو خيال فحسب أو خرافة فحسب. المهرجان اكتسب شهرة عالمية على مر السنين، ومن المنتظر أن يستقطب أكثر من 200,000 متفرج.